هذا المجال أن أثمن وأنوه حقيقة بالمجهود الذي تبذله دولة مملكة البحرين الشقيقة في مجال التصدي ومكافحة فيروس كورونا. المجهودات هذه جبارة، وكانت دولة البحرين مملكة البحرين سباقة في هذا المجال. شفنا يعني تعبئة للموارد المالية والبشرية، وخاصة بإشراف صاحب سمو ولي العهد بالإشراف على اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس. نتائجها تم التنويه بها حتى على المستوى الدولي من قبل المنظمة العالمية للصحة مثلا، استنفار وتعبئة كل